السلام عليكم طلاب، نبدأ محاضرة الأسبوع اللي هي عن Diagnostic Test Accuracy Sensitivity and Specificity، فحص دقة الاختبار. هسه بالنسبة لفحص دقة الاختبار عندنا خلينا نقول بعض المفاهيم لازم نبدي بيها وبعدين ناخذ الأمثلة. هسه عندنا إجراء الفحوصات بالمستشفيات لمعرفة فيما إذا كان المريض مصاب بمرض أو لا، حتى تشوفون انه هو بوزيتيف او نيجاتيف. اذا كان النتيجة موجبة طبعا اكيد راح نثبت يمنا بالكويستشنير نعم المريض مصاب بالمرض وهو بوزيتيف. اذا طلعت نتيجة الفحص انا طبعا اقصد يعني باي فحص تشخيصي، اوكي دايجنوستيك تيستينج يقصد باي فحص تشخيصي، فالنتيجة سالبة نقول كلا نثبت يمنا كلا المريض غير مصاب، نعم النيجاتيف معناها. زين هسه هاي نتائج الفحص، اما بوزيتيف او نيجاتيف. لكن السؤال هنا هل ان نتيجة الفحص صحيحة دائما 100%؟ يعني سوي كل بوزيتيف هو فعلا هو بوزيتيف، كل نيجاتيف هو فعلا نيجاتيف؟ الجواب كلا، لازم اكو هناك ايرور، نسبة خطأ، يعني توجد نسبة خطأ. لهذا نحتاج في بعض الاحيان انه نقيم دقة الفحص، نشوف الاكيوريسي مالته هل هي خلينا نقول يعني شقد نسبتها. اوكي راح نتعلم بهذه المحاضرة شلون نحسبها. هسه عندنا هذا المخطط هو يلخص لنا هذا الكلام اللي حجيته. هسه عندنا المرضى، المريض اللي يعاني من بعض الاعراض اذا عدى ظهرت عدى سيمتومز مال المرض، راح تسألون هل المرضى مصابين بالمرض، هل المريض مصاب بالمرض، هل هو انفكتد بوزيتيف نيجاتيف. لازم شنو الطبيب يرسله الى فحص تشخيصي، تطلع النتيجة اما ايجابية اما سلبية. هسه عندنا هنا ملاحظة أخرى، سوى شي تعلمنا من شو اسمه السلايد السابق، ما عندنا تظهر من الاختبار نتيجة موجبة وسالبة، ماكو فشي وسطي، أوكي؟ تقارن النتائج، هسه النتائج اللي نحصلها من أي فحص تشخيصي، مثلا أنتم في مجال اختصاصكم السي تي أو الإم آر آي أو التشيست إكس راي، أقارنها لازم ويا فحص دقيق آخر، أوكي؟ يسموه الستاندرد جولد تيست. انا ما اقصد انه يعني المريض انه اسوي له سي تي وراها دز تشيست اكس راي، ما اقصد بالستاندرد جولد تيست هو فحص يعتمدهم على نفس المدى. لازم اختار ستاندرد جولد تيست او يسموه بعض الاحيان ريفرنس، يكون نتيجته دائما شبيهة صحيحة. مثل شنو؟ على سبيل المثال عندنا مثل البايوبسي، يعني الهيستوبات نتائجها كليتها هي تعتبر ستاندرد جولد تيست، اوكي؟ مثل يعني عندنا مرض اللي خلينا نقول المريض اللي بيه كانسر، يعني يسوي سي تي اوكي ممكن يظهر له، لكنه للتأكد قبل ما يجرون عملية او سيرجري لازم ياخذون خزعة نسيجية. كيف اللي تقول يعني 100% هل انه هو مصاب او غير مصاب؟ هذا اقصد به الستاندرد جولد تيست اللي هو الفحص عاده ما يكون مختبري بايوبسي او هيستوباث، اوكي؟ حتى نتاكد من وجود المرض او عدمه في المرضى بشكل قطعي يعني. فهذا الستاندرد جولد تيست هو يمثل لنا الحقيقه، اوكي؟ لانه دائما يكون هذا الفحص صادق. اما الفحوصات التشخيصيه اللي هي السي تي او الام ار اي او التشيست اكس راي، اوكي دائما بيها نسبه خطا. هسه لعد سؤال يجي ببالنا، لي اذا لماذا نقوم بالفحص التشخيصي؟ ليش لعد احنا نقوم بالام ار اي والسي تي وهاي الفحوصات واللي هو نعرف هو ممكن بيه نسبه خطا وممكن الدقه مالته اقل من البايوبسي ومن الهيستوباث تيست؟ ليش ما نروح رأسا دائما نسوي الجولد ستاندرد تيست؟ ليش دائما نسوي الريفرنس تيست؟ ليش؟ لأنه الفحص التشخيصي غالبا ما يكون أسهل أو أرخص أو أقل إنفازي، يعني ما يحتاج إنه نسوي عملية، أوكي ناخذ عينة، ويكون بعض الأحيان سهل يعني أسرع، أوكي سريع، لكنه الستاندرد جولد تيست بعض الأحيان يكون بطيء وياخذ وقت، لأن ياخذون البايوبسي لما يودوها للمختبر لما تطلع النتيجة يقول له تعال ورا أسبوع. فهذا يعتبر بعض الأحيان أوكي الفحص التشخيصي يكون أسرع وأسهل وأقل إنفاسيف. فالطبيب خلينا نقول أول شيء يسوي ريفيرال للمريض يروح يسوي الفحص التشخيصي وبعدين يقول له خلينا نقول
شوف ينتظر الفحص يشوف نتائجه شلونها، إذا يعني نتائج بيها خلينا نقول يعني بيه مرض خطير راح أكيد راح يبزل الستاندرد جولد تيست حسب نوع المرض وحسب الطبيب هي وحسب النتيجة اللي تطلع من الفحص التشخيصي. المهم هسه بالنسبة للنتائج المحتملة عند إجراء الفحص، اوكي احنا قلنا الفحص بشكل عام يطلع اما بوزيتيف او نيجاتيف، اوكي لكنه مو كل البوزيتيف بوزيتيف مو كل النيجاتيف نيجاتيف، فعليه احنا ما نقسم النتائج مالتنا الى بوزيتيف ونيجاتيف فقط، قسمها الى اربع اقسام. اول قسم يسموه هاي اربع اقسام طبعا نقسمها بعد اجراء المقارنه ويا الستاندرد جولد تيست. يعني ثاني عندي مثلا 50 مريض راح تفحصتهم سي تي، 40 منهم طلعوا بوزيتيف 10 نيجاتيف، بس باو هذول ال 40 اوكي اللي هم طلعوا بوزيتيف بالسي تي، زين اقارنهم ذول ال 40 ويا نتائج الجولد ستاندرد تيست، اشوف ذول ال 40 اتبعهم فعلا كانوا بالستاندرد جولد تيست همينا بوزيتيف، اوكي لو السي تي بي خطا، لو مثلا يعني ونفس الشيء باوع النيجاتيف اللي طلع نتائجه بالسي تي اروح للعشرة طلع لي 10 قارن ذول العشرة بنتائج الجولد ستاندرد تيست اشوفهم ذول العشرة هم طلعوا نيجاتيف بالجولد ستاندرد تيست وارتب النتائج، اوكي على اساسها راح نشوف بنهاية المحاضرة شلون اوكي ان نقارن. بس على هذا الاساس راح نقسم النتائج هسه المحتملة الحدوث الظهور اللي هي ترو بوزيتيف وترو نيجاتيف وفوس بوزيتيف وفوس نيجاتيف. هسه شنو ترو بوزيتيف؟ شنو الفحص الموجب الحقيقي؟ معناها نتيجة الفحص التشخيصي اللي سي تي والام ار اي نتيجة طلعت موجبة والمريض في الحقيقة هو همينة حامل للمرض، اوكي؟ اوكي؟ فمعناها نتيجة فحص السي تي موجب ومن قارنت هذا الشخص شفت نتيجة تبعته بالجولد ستاندرد تيست هم طالع موجب طلع هم موجب، اذا اثنيناتهم يطلع موجب هنا ويطلع موجب هنا اسميه هاي ترو بوزيتيف. زين هسه نجي على ترو نيجاتيف، شنو الترو نيجاتيف؟ هو يعني الفحص السلبي الحقيقي صحيح. نتيجة الفحص التشخيصي مال ام ار اي والسي تي والتشيست اكس راي طلعت سالبة، طاني سالب، روح اتبع هذا المريض بالجولد ستاندرد تيست همينه سالب؟ إذا طلع لي إذا طلع لي موجب خلينا هنا نتبع الحكي، والمريض في الحقيقة غير حامل للمرض، أوكي؟ يعني هنا سالب طلعت النتيجة مال الفحص التشخيصي ومن رحت قارنت هنا، أوكي؟ هم طلع غير حامل للمرض، هم طلع نيجاتيف، أوكي؟ فحص التشخيص طاني نيجاتيف وبالحقيقة هو بالستاندرد جولد تيست هم نينا نيجاتيف، فأسميه نيجاتيف حقيقي، ترو نيجاتيف، أوكي؟ هسه ذني اوكي هسه نيجي هنا شنو هنا الفوز بوزيتيف شنو معناه؟ فوز بوزيتيف يعني بوزيتيف مو حقيقي، معناها نتيجة الفحص التشخيصي طاني موجب لكنه بالحقيقة اوكي شبيه المريض غير حامل للمرض، هو شخص غير مصاب، اوكي السي تي طاني موجب لكنه بالجولد ستاندرد تيست الهيستوباث هذا طاني عنده كانسر، لكن لما ناخذ الخزعه النسيجيه طلع هو ما بي كانسر، فمعناها السي تي كان عنده خطا يسموه فولس بوزيتيف، طاني نتيجه ايجابيه لكن هي خاطئه. هسه الفولس نيجاتيف، شنو الفولس نيجاتيف؟ معناها نتيجه الفحص التشخيصي اجرى الام ار اي مثلا طلعت نيجاتيف والمريض اوكي راح سوى فحص اخر جولد ستاندرد تيست شبيه طلع؟ طلع مريض فعلا بالحقيقة هو مريض، اوكي فمعناها شنو هذا النيجاتيف اللي طانياه الا ما رايش بيه كان مو حقيقي فولس نيجاتيف، اوكي هاي يعني هاي تخلوها ببالكم يراسلكم شنو ترو بوزيتيف شنو ترو نيجاتيف، اوكي لازم تعرفوا لي تقولوا لي الفحص معناه هنا الفحص التشخيصي كذا والبالحقيقة هو كذا، هذا هنا التيست وهنا الريالتي حقيقة يعني الرياليتي، هذا دائما الجولد ستاندرد تيست مثل انه الحقيقة الرياليتي، اوكي؟ فحص التشخيصي اللي هو قابل للخطأ اللي ممكن يصيب ممكن هنا يخطأ، اوكي؟ هسه ورا ما صنفتوا النتائج اللي طلعت لكم على هاي الى اربع اقسام نجي نثبتها بجدول، يعني نشوف وين كل نتيجة نثبتها، هذا هو اللي جدول هنا توتال. وهذا توتال هو جدول عبارة عن 2 2 رو و 2 كولومز 2 في 2، اوكي
خلينا نباوع على النتائج. هنا الجولد ستاندرد تيست اللي يمثل لنا الحقيقة، هاي دائما هنا مثل الحقيقة هنا فوق، وهنا التيست مالتنا الام ار اي السي تي. هنا شلون نجي نثبت التيست بوزيتيف؟ اوكي خلينا هنا دائما، وهنا الستاندرد جولد تيست البوزيتيف هم نخلي هنا. اوكي فهنا تيست بوزيتيف وديزيز بريزنت بالحقيقة، اذا هو الفحص مالتنا طلع موجب، فحصناه للمريض طلع موجب، هو بالحقيقة ديزيز بريزنت، هو في الحالة قلنا هذا اوكي هاي الرياليتي. اوكي بوزيتيف هو في الحقيقة بوزيتيف معناها شنو؟ تي بي معناها ترو بوزيتيف، تي بي هي ترو بوزيتيف، كان بوزيتيف حقيقي. اوكي اذا التيست مالتنا بوزيتيف، اوكي الاكس راي مثلا طتنا نتيجة بوزيتيف، لكنه في الحقيقة هو الشخص ما مصاب، شو اخلي النتيجة مالته خليها هنا اقول فولس بوزيتيف، بوزيتيف لكن مو حقيقي. ساي افتهمناها. هسه نجي على ترو نيجاتيف، تيست نيجاتيف، فحص مالتنا تشيست اكس راي طلع نيجاتيف. اوكي نجي باوعنا المريض بالحقيقة، هل هو خلينا نقول هل هو يعني شنو حالته؟ طلع المرض موجود هنا تيست نيجاتيف، تيست مالتي نتيجة نيجاتيف، لكنه الجولد ستاندرد تيست يقول لا هذا مريض، معناها هاي النيجاتيف مالتنا مو صحيحة، فسميها فولس نيجاتيف وثبت النتيجة هنا. اوكي هسه اذا النتيجة مالتنا طلعت نيجاتيف ورحت للجولد ستاندرد تيست فعلا هم طلعت نيجاتيف، يقول ديزيز ابسنت ما موجود، معناها شنو هاي النتيجة؟ ترو نيجاتيف. فذني بالاخضر ترو سواء بوزيتيف او نيجاتيف، وذني اثنيناتهم فولس سواء نيجاتيف او بوزيتيف. اوكي فهذا السطر اللي هو الرو يمثل لنا التيست، وهذا هم يمثل لنا التيست. اوكي هاي شغلات اللي خلينا نقول الرو يمثل لنا التيست، وهنا شي يمثل لنا خلينا نقول الجولد ستاندرد تيست. هسه هذا التوتال هو تحصيل حاصل، تجمعون هالرقم يطلع لكم هنا، هنا يطلع لكم رقم. اوكي هنا هم تجمعوهم ثبتوه، مره تجمعون الرو وثبتون التوتال هنا، مره تجمعون الكولوم ثبتون، هاي مجرد تحصيل حاصل، تجمعون الارقام هاي التوتال. المهم التوتال لازم يساوي حجم العينة اللي انتو يعني المرضى اللي تفحصتوهم، 50 شقد 100 جمعتوا عينة، انتو عادة هالشكل نتائجكم. سناخذ مثال مرض واي، هو مرض وراثي اوكي يصيب حوالي نصف المجتمع. الفحص الوراثي الدقيق للمرض اللي هو جولد، اقصد به الفحص الوراثي الدقيق اقصد به الجولد ستاندرد تيست، بطيء جدا يعني موجود هو بس لكنه مو سريع، فعليه الطبيب يعني خلينا نقول قرر انه يعني هذا ياخذ وقت اوكي يروح يسوي، بس لكن شنو بنفس الوقت يروح يجرب فحص اخر بين ما تطلع نتيجه الجولد ستاندرد تيست. فإذا علمت أن من أعراض المرض وجود شعر كثيف في الوجه، هذا المرض الوراثي شنو أعراضه؟ أنه يظهر أنه شعر كثيف في الوجه في خصوصا منطقة الذقن، لذا فالفحص البديل السريع يكون هو الفحص المظهري للأشخاص، لكنه الفحص الجولد ستاندرد تيست اللي سوري الفحص التشخيصي البديل للجولد ستاندرد تيست، لأن الجولد ستاندرد تيست هو بطيء عندنا، راح نشوف انه المرضى باوعهم فقط فحص مظهري عنده شعر في منطقة الذقن او ما عنده. اوكي اذا عنده اقول هو بي مرض وراثي، ما عنده اقول نيجاتيف ما بي مرض وراثي. اوكي هذا هو الفحص مالتنا. فاذا تم اخذ عينة مكونة من 100 شخص موزع بالجدول التالي احسب دقة الفحص. اوكي ساعدنا حجم العين. هسه هذا هو السلايد اللي يمثل لنا النتائج مثبتة، أنا يعني ممكن أثبتكم نتائج بالجدول، وممكن إنه ويا الحد ويا الشرح أذكر لكم إياها. أوكي بس هنا أنا أثبتكم إياها بالجدول. بس قلنا رسمنا الجدول، قلنا هنا الجولد ستاندرد تيست اللي مثلنا الحقيقة، وهنا الفحص مالتنا اللي هو التشخيصي اللي هو يعتمد على البيرد تيست، يعني فحص الشعر في منطقة الذقن اللي هي الذقن اللي هي البيرد. النتائج ما تطلع بوزيتيف أو نيجاتيف، بوزيتيف يعني اكو ذقن نو بيرد، ما اكو نيجاتيف. هنا انا شتبت هم ينا بريزنت المرض واي موجود، راح تشوفون موجب وموجب، موجبات قريبات. اوكي
والنيجاتيف متبعدات. مرض الوراثي واي ابسنت ما موجود. طبعا انا مقسمين مين وومن، اوكي ما يخالف. عفوا سهل مين وومن. المهم هسه فحصوا هاي النتائج، يعني احنا عندنا قلنا 100 شخص، شوف الديستريبيوشن مال مين وومن كان، يعني حجم العينة اخذوها متساوي، خلينا نقول 50 ذكر 50 انثى. اوكي، لان هو مرض وراثي، من هو مرض وراثي ظهور شعر في الذقن، فاذا حتى المرأة ممكن يظهر لها. اوكي، فهنا تيست بوزيتيف مثلا، هنا شنو عندنا هاي التسعة شنو معناها؟ معناها من باوعناهم مظهريا لقينا انه عندهم بيرد. اوكي، هما في الحقيقة هما فعلا عندهم المرض الوراثي، من راحوا ودوا النتيجة للمختبر طلعت انه فعلا، فثبتنا العدد 9 سميناه ترو بوزيتيف، معناها هما فعلا مريضين، وفحصناهم اظهر انه هما مريضين، فهنا نكتب 9. اوكي، هاي الواحد شنو معناها؟ معناها انه الفحص مالتنا المظهري قال، يعني شافوا اكو شعر ذقن فقالوا انه هو بوزيتيف، لكنه وين اجت النتيجة مال الفحص الجولد ستاندرد تيست؟ طلع شافوه هذا، لا طلع ما مصاب. اوكي، هو مجرد عنده شعر في منطقة الذقن، فهاي طلعت فولس بوزيتيف، فثبتها هنا. اوكي، هسه هنا شنو هاي الواحد واربعين؟ هاي الواحد واربعين معناه انه من فحصناهم مظهريا لقينا انه هما ما عندهم بيرد، ما عندهم ذقن، اوكي، لكنهم شبيهم، فثبت فالفحص مالتنا المظهري ثبتناهم بما انه ما عدو، يعني اعتمدنا اكو بيرد لو ماكو، شفناهم ماكو بيرد قلنا دول الواحد واربعين نيجاتيف، لكن هما بالحقيقة شنو هما؟ هما من جتي نتائج الجولد ستاندرد تيست شبيهة، طلعوا مرضى، فمعناها هذول النيجاتيف احنا قلنا عليهم نيجاتيف، لكن هي بالحقيقة هم مو نيجاتيف، هم مرضى حسب نتائج الجولد ستاندرد تيست، فيسموهم فولس نيجاتيف. اوكي، خليهم هنا 41. هاي 49 اللخة شنو؟ هاي معناها شنو؟ انه تيست نيجاتيف اعتمادا على الفحص المظهري، شفناهم ذولا 49 ما عندهم بيرد واعتبرناهم نيجاتيف، لما نجي الفحص الجولد ستاندرد تيست همين طلعوا نيجاتيف، فمعناها هذول فعلا هم ترو نيجاتيف، فعلا هم نيجاتيف، فثبتناها هنا. اوكي، وقلنا هاي تحصيل حاصل المجموع 9 زائد 1 هي 10، 41 زائد 49 90، جمعون الكولوم همين 9 زائد 41 تطلع 50، هاي ما تجي بالسؤال، هاي تجمعوها 1 زائد 49 هم 50، والمجموع اذا تجون منها 50 زائد 50 100، و10 زائد 90 100. اوكي، هسه متاكدين انه احنا ما نسينا واحد ولا حسبنا واحد مرتين. هاي شلون تثبتون النتائج مالتكم؟ وثاني فسرت لكم اياها شلون توزعوها بالجدول. اوكي، يعني خلوا ببالكم انه العينه من تفحصون انتوا لازم مقسمه 4 اقسام، لازم مو بس تروحون تفحصون السي تي وتجيبون نتائج هل قد نيجاتيف وهل قد بوزيتيف، لازم تتبعوهم اكو، يعني حولوهم مختبر، خذوا بايوبسي، عرفتوا الحقيقة، لازم هاي الحقيقة تعرفوها. الجولد ستاندرد تيست اذا ما عندكم صعب راح تطلعون دقة الاختبار. اوكي، صعب تصير تدخل بيها خطأ. اوكي، ساعدنا مصطلح اخر اللي هو prevalence of the disease، نسبة انتشار او وقوع المرض او شيوع المرض، شقد نسبة انتشاره، شقد نسبة وقوع هذا المرض. اوكي، بين ال population سمني يطلع من يسمون prevalence معناها شنو؟ معناها عندنا total with disease، شقد مجموع الاشخاص اللي صابوا بهذا المرض أو الحاملين لهذا المرض على المجموع الكلي لل اوكي للعينة او الدرسوها. اوكي، فس البريفلنس حسب هذا السؤال مالتنا شقد نسبة الحاملين للمرض، تشوفون الحقيقة. اوكي، الواي بريزنت مرض الوراثي واي موجود شقد؟ 50. اوكي، نعوض هنا 50 على مجموع العينة شقد اللي هو 100، فخمسين تقسيم 100 طلعنا شقد؟ 0.05 × 10، 5/10، ما 5/10 اضربوها طلعوها نسبة مئوية فتقولون 50%، اضربوها في 100 طلعوها نسبة مئوية 50%، تكون هيجي صحيح؟ تكون هيجي صحيح.
هذا الـ prevalence of the disease. أنا عادة ما أسألكم الـ prevalence، ها بس كتبت لكم إياه لأنه هسه شائع يعني الـ prevalence. أوكي خاف تسموها فتعرفون total of the disease على الـ total مال العينة. شقد بيهم مرض على الكلي؟ نسبة مئوية جزء على الكل. هسه دقة الاختبار، أوكي دقة الاختبار اللي هي accuracy، أوكي هاي شلون هاي مطلوبة من عندكم، هاي دائما ترين عندكم اختبار تشوف شقد هو دقيق، شقد هو دقيق في اكتشاف المرض. اوكي شنو بي قانون، قانون شنو مالته؟ ترو بوزيتيف زائد ترو نيجاتيف، اوكي ذني بالاخضر، اوكي ترو بوزيتيف زائد ترو نيجاتيف على حجم العين الكلي، يعني شقد هو دقة الاختبار دي يقرا شقد صحيح طلعته. اوكي هو يعرف يعني نعرف انه الاختبار بيه خطا نسبة خطا، لكن هو شقد يعني طلعته صح. اوكي فنجمع ترو بوزيتيف زائد ترو نيجاتيف نقسمها على المجموع الكلي. مش قد ترو بوزيتيف 9، مش قد ترو نيجاتيف 49، 9 زائد 49 58، 58 على 100، اوكي لانه ليش 100؟ لانه مجموع العينات 100، هسه هذا المثال، 58 على 100 58%، او طلعوها نسبة 58%، ضربوها في 100%، طلعتكم 58%، هسه ها صارت دقة الاختبار، هاي تركزون عليها تحتاجوها ببحوثكم، هذا طبعا إذا عرفتوا توزعوها صحيح يطلع هاي صحيح، أما إذا وزعتوها غلط يطلع. اوكي هسه اخذنا البريفالنس وعرفنا انه هي عدد المرضى على العدد الكلي، زين هسه نسال سؤال، هل انه تاثير هاي البريفالنس تاثر على الاكيوريسي؟ اوكي ممكن البريفالنس زياده المرض او نسبه وقوع المرض تاثر على دقه الاختبار؟ حتى نجاوب على هذا السؤال عندنا هنا هذا مثال اخر، بس غيرت شوية بالأرقام نفس الجدول، اختاريت mostly men، اختاريت عينة بيها يعني رجال فقط، وغيرت هنا الأرقام، خليت true positive 90، يعني شنو 90؟ يعني أنا فحصتهم مظهريا لقيت ذول 90 كلهم عندهم بيرد، ومن قارنته ويا الفحص الجولد ستاندرد تيست اللي هو يخبرني دائما الحقيقة، اوكي طلعوا ذول 90 فعلا هم عندهم المرض الوراثي واي، اوكي فسميهم 90، وهذول هاي تي بي ما محتاج بالامتحان تكتبوا لي ترو بوزيتيف، اوكي لكن انا اداء اكتبها عمد اذكركم، بس تكتبون الارقام. اوكي هسه شنو هذا الواحد؟ اوكي هذا الواحد معناها احنا شفنا عده بيرد لكن واعتبرناه بوزيتيف، لكنه في الحقيقه طلع ما بي مرض الوراثي، دققنا نتيجة الجولد ستاندرد تيست، معناه هذا البوزيتيف اللي احنا شخصناه هو مريض، هو حقيقة مو مريض، فهاي فولس بوزيتيف. اوكي تجمعوها يطلع هنا المجموع مال هذا الصدر. اوكي هسه هاي شنو هاي 410؟ هاي 410 تيست نيجاتيف، معناها الفحص المظهري اللي احنا قمنا به احتمال بنباو انه عنده لحية وما عنده لحية، اوكي شفنا انه هذول 410 ما عندهم بيرد، اوكي ما عندهم ذقن، لكن بالحقيقة من شيكنا بالفحص الجولد ستاندرد تيست هم ايش فيهم؟ هم عندهم المرض، يعني هذول 410 كلهم تشخيصنا كان غلط، فنكتب 410 هاي فولس نيجاتيف، اوكي؟ هاي شنو 49؟ هاي 49 معناه انه شفناهم هم ما عندهم بيرد، ومن شيكنا هذول 49 اللي هم حاملين لو ما حاملين اعتمادا على الجولد ستاندرد تيست طلعوا هم ما بيهم مرض، معناها تشخيصنا صحيح ما عندهم بيرد وما عندهم مرض، كتبناهم هنا ترو نيجاتيف، شنو معنى 410 زائد 49 طلعت 459، اوكي؟ سنجمع 91 و 459 طلع 550، هنا هم نجمعها، فإذا هذا المثال يتكلم عن حجم عينه 550، اوكي؟ هذا المثال يختلف عن المثال سبق بشوية لأن يعني قلت لكم غيرت الأرقام. هسه حتى نعرف انه يعني prevalence تأثر لو ما تأثر على دقة الاختبار، اوكي طلع prevalence، هسه راح اعطيكم ورا هذا المثال مثال اخر غير هاي الارقام اللي هنا بالوسط، اوكي بس المجموع نفسه 550 بس اغير الترتيب مالته، اوكي حتى نجاوب على هالسؤال تأثر prevalence على accuracy لو ما تأثر. اوكي هسه يعني تعتبر موضوع جديد، عنوان جديد، بس نحسب لنا البريفالنس، البريفالنس شنو هي؟ اللي عندهم المرض
من عندهم المرض، قد مجموع الأشخاص عندهم المرض 500 أوكي على المجموع الكلي اللي هو 550 حجم العينة، 500 على 550 يطلع 91 prevalence، نسبة وجود المرض، نسبة وقوع المرض في المجتمع هذا 500 مكون من 550 شخص، نسبة وقوعه 91%، نسبة عالية. أوكي، هسه دقة هذا الاختبار اللي هو اختبار مظهري فقط يعتمد على وجود البيض من عدمه، شلون طلعها الدقة؟ أوكي، الدقة قلنا نتكلم عن الترو، أوكي، الأشياء الصحيحة اللي طلعناها، فنجمع 90 زائد 49 يطلع لنا 139، نقسمها شنو؟ على المجموع الكلي 550، طلعت دقة الاختبار مالتنا 25، مو دقيق الاختبار مالتنا، أوكي؟ هسه هذا خلينا نقول فرع أليف من السؤال. هسه هذا السؤال بس مجرد نفس الحجم العينة بس غيرت توزيع الأرقام، أوكي؟ غيرت توزيع الأرقام، شو سويت؟ سويت نسبة اللي عندهم بيرد وحاملين المرض سويتها 9، أوكي؟ واللي عندهم بيرد هما ما حاملين المرض سويتها 10، صار لنا مجموع 19، وسويت إنه هنا اللي ما عندهم بيرد حاملين للمرض 41، اللي ما عندهم بيرد هما ما عندهم المرض 190، أوكي؟ يعني تخيلوا إنه 490 بنوصل، أوكي؟ 500 على اعتبار يعني خلينا نقول شيء جيد، يعني من اصل 500 اكتشفت 490 نتيجه صحيحه، اوكي هذا شيء جيد. المهم طلع المجموع هذا، طلع هذا المجموع، طلع هذا المجموع، اوكي، واجي احسب prevalence والاكيورسي. سو prevalence قلنا هم الناس الاشخاص المصابين اللي هم 50 على 550 المجموع الكلي يطلع 9%، prevalence نسبه وقوع المرض هي 9%، والاكيورسي اللي هي ايش قد صحيح المجموع الكلي، اوكي ايش قد صحيح اجمع اقسم على المجموع الكلي. ف 9 زائد 490 499 على 550 اطلع دقة هذا الاختبار 91. هذا شيء يدل انه هسه هو نفس العينة بس اعادة ترتيب صار لها، هنا انا رتبتها بشكل بالسلايد السابق رتبتها بغير شكل، اوكي هذا يدل على ان دقة الاختبار accuracy تتغير حسب نسبة انتشار المرض، إذا فإن دقة الاختبار تعتبر معيار ضعيف في تحديد فيما إذا كان الفحص جيد أم لا. يعني هسه إذا أنتم عندكم أوكي سويتوا جمعتوا عينات ووزعتوها أوكي بس بهالشكل، أوكي وجيتوا بس حسبتوا الأكيوريسي وقلتوا هذا فحصنا يعني خلينا نقول دقيق 91%، أوكي أنا أقول لكم الأكيوريسي مو دليل كافي على إنه فحصكم اوكي كان دقيق، لازم تسووا لي شغلات اخرى اعرف بها انه فحصكم دقيق، اوكي كم راح نشرحها السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي راح نشرحها بهاي المحاضره، بس نريد النقطه نوصلها انه الاكيوريسي تعطيكم فد فكره لكنه هي ترى يعني فد معيار يعتبر ضعيف، لازم تكملون بقيه الشغلات اللي تأيد انه فحصكم كان دقيق. من هاي الأمور هي إن نحسب السنسيتيفيتي مال التيست، سنسيتيفيتي تيست حساسية الفحص. إذا نرجع للمثال الأولاني، أوكي اللي هو إحنا مثبتين 50 و50% أبو حجم العين 100، أوكي إحنا راح نركز على ذني الأمثلة ونشرح كل المفاهيم، أوكي. إذا شنو اللي هنا عندنا؟ عندنا نفس الجدول نعلمكم إنه شلون تحسبون السنسيتيفيتي. ماكو داعي بعد ارجع شنو هاي التسعة، التسعة هم ناس عندهم بيرد ومحاملين للمرض، يعني نتيجة موجبة حقيقة موجبة نقارنها بالواقع همينة موجبة، اوكي هاي شرحناها سابقا. هسه راح نجي شلون نحسب السنسيتيفيتي، اوكي السنسيتيفيتي تعتمد على شنو؟ أنا مأشرت لكم هنا راسمه هذا الشكل البيضاوي، يعني أقول لكم السنسيتيفيتي تعتمد على هذا الكولوم الأول، على هذا الحقل الأول السنسيتيفيتي مال الفحص، حساسية الفحص، أوكي؟ شلون تعتمد عليه؟ شوف القانون مالتها، ترو بوزيتيف اللي هي أول وحدة، نقسمها على شنو؟ الترو بوزيتيف زائد الفوس نيجاتيف، يعني هاي التسعة قسمها على شنو؟ هاي مجموع ذول اثنيناتهم، يعني التسعة على الخمسين.
9/50 قد يطلع 18%. اوكي اكتبها هالشكل 18% اضربها في 100% يطلع لي هالشكل. انا حساسية الفحص ها شنو تعريف حساسية الفحص؟ هي نسبة المرضى الذين يحملون المرض، دول عندهم المرض وايز بريزنت، اوكي يحملون المرض الوراثي في الحقيقة، يعني هاي مثلا هاي جهة مثلا الحقيقة، اوكي، وكان نتيجة الفحص موجبة، اوكي يمثلون هم عندهم المرض ونتيجتهم كانت موجبة. يعني شنو بين قوسين، يعني بأذر وورد تبين كيف ان الفحص جيد في الكشف عن وجود المرض. بس هنا نشيد لكم هذا هو جيد نسبته كلش واطئة، معناه هذا الفحص اوكي حسب هاي النتائج هذا الفحص غير جيد. اوكي فاذا حساسية الفحص تبين ان نسبة المرضى الذين يحملون المرض في الحقيقة، وكان نتيجة الفحص التشخيصي اللي احنا قمنا به السي تي هم هنا موجبة. اوكي هسه نجي على الشغلة الاخرى اللي لازم هم يعني نقوم بها حتى يعني تعزز انه نتيجتنا او فحصنا كان دقيق، بالاضافة الى الاكيوريسي لازم نسوي السنسيتيفيتي ونسوي شيء اخر اللي هو كول سبيسيفيسيتي، فالت سبيسيفيسيتي اللي هو خصوصية الفحص. ان نفس الجدول هسه خلتكم الشكل البيضاوي وين على الحقل الثاني، يعني معناها الخصوصية وين تعتمد؟ تعتمد على النتائج هاي اللي هنا. اوكي سبيسيفيسيتي شنو قانونها؟ اوكي الترو نيجاتيف، نيجاتيف حقيقي يعني شنو؟ يعني الاشخاص اللي شفناهم حسب الفحص مالتنا المظهري ما عندهم بيرد اوكي وهم ما عندهم المرض، وين ثبتهم؟ ثبتهم هنا. اوكي فقسم 49 على شنو؟ على المجموع هذا الكروم اللي هو 50. اوكي 49 على مجموع 49 على 1+49 يعني 49 على 50 طلعنا 98%، يعني سبيسيفيسيتي عالية مال هذا الفحص. يعني شنو هي زين الخصوصية الفحص؟ شنو سبيسيفيسيتي تيست؟ هي نسبة الأشخاص الذين لا يحملون المرض، شوفوا واي أبسنت، لا يحملون المرض في الحقيقة، يعني فعلا ترو أنهم ما يحملون المرض، والذين كانت نتيجة الفحص التشخيصي لهم سالبة، هم ما يحملون المرض والفحص مالتنا فعلا أوكي أعطى نتيجة سالبة. فبأذر وورد يبين كيف أن هذا الفحص خاص في الكشف عن وجود المرض وعدم تأثره بالظروف الأخرى، إذا ما تأثر بالعلامات الأخرى وبالظروف الأخرى وأعطانا نتيجة فعلا صحيحة. أوكي طبعا هسه هذا الفحص سبيسيفيسيتي مالته عالية بس السنسيفيتي مالته قليلة. احنا الفحص الجيد لازم تكون اثنيناتهم عالية، مو واحدة صاعدة وواحدة نازلة، اوكي واحدة قليلة واحدة عالية. بس هنا سنجي على الموضوع الاخر اللي هو مثل ما شفنا تأثير البريفلنس انتشار المرض على دقة الفحص الاكيوراسي، شفناها تتأثر بريفلنس من تتغير الدقة مال الفحص. هسه نجي نرجع نسأل نفس السؤال نقول هل انه البريفلنس، هل انتشار المرض او نسبة وقوع المرض في المجتمع يأثر على السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي مال الاختبار، تأثر على حساسية وخصوصية الاختبار؟ خلينا نشوف. بس هنا أنا جبت نفس هاي الأمثلة اللي قبل شوية فحصنا عليها الدقة، جبتها هنا وفحصت عليها السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي. هنا أنا لما كان خلينا نقول المجتمع متوزع بهالطريقة النتائج مالتنا، وهنا أنا التوزيع يختلف، شوفوا تشوفون هو نفس المجموع لكن توزيع الأرقام يختلف. هنا أنا عندنا 90 شفناهم عندهم بيرد لكنهم نفس الوقت عندهم المرض فهاي كان صح. هنا 410 هم شفناهم ما عندهم بيرد واعتبرناهم نيجاتيف لكنهم بالحقيقة هم كانوا حاملين المرض، فشنو مالتنا النيجاتيف كان فولس نيجاتيف ثبتناهم هنا. وهكذا بالنسبة هنا هذا الواحد شنو شفناه عنده بيرد لكنه اعتبرناه انه هو مصاب، لكن الحقيقة الجولد ستاندرد تيست قال لنا لا هو ابسنت ما بي مرض. هنا شنو 49 معناها ما عندهم بيرد ما عندهم لحية واعتبرناهم نيجاتيف. اوكي وجه الفحص الجولد ستاندرد تيست مال دول الاشخاص 49 هم طلع نيجاتيف واعتبرنا ترو نيجاتيف بنفس الطريقة. هنا هاي الارقام بس هنا تشوفون التوزيع يختلف.
سجينا حسبنا البروفيلنس، قلنا شنو البروفيلنس؟ نسبة الناس اللي عندهم المرض اللي هنا نجد 500 على المجموع الكلي، هنا 550 شكيت البروفيلنس 91. اوكي هنا اختلف التوزيع مال الارقام، طلع البروفيلنس مالتنا 90 قسمنا اللي عندهم المرض 50 على 550 طلعنا 9 يعني شوفوا بسبب تغيير توزيع العينات. هسه الدقة عرفنا انه الدقة تأثرت، هنا 25 وهنا 91. اوكي زين نرجع على السنسيتيفيتي، شلون نحسب السنسيتيفيتي؟ قلنا هذا الكولوم مسؤول عن السنسيتيفيتي، هي 90 على 500 طلعنا 18. اوكي لهذا الفحص السبيسيفيسيتي تعتمد على هذا الحقل اللي هي 49 على 50 طلع 98. زين بس نجي هنا اختلف التوزيع، شوف البروفيلنس تأثر هم على السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي، هنا كان السنسيتيفيتي عالية، هنا شقد طلعت؟ بقت نفس الشيء 18. اوكي 9 على 50 طلعت 18، يعني ما تغيرت السنسيتيفيتي. اوكي زين هسه السبيسيفيتي ايش بيها؟ هم تغيرت، هم بقت 98، معناها ايش نستنتج من هذا؟ نستنتج انه السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي ما تتأثر بالبروفيلنس. اوكي لا تتأثر بانتشار المرض او انتشار المرض او نسبة وقوع المرض. اوكي بس الدقة تتأثر، فمعناها اذا تريدون تقولون انه هذه الفحص مالتنا كان دقيق، اوكي ايش تعتمدون؟ مو تشوفون الاكيوريسي، اوكي تشوفون السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي، تشوفون يا بالاحرى ثلاثتهم فيكون أفضل، يعطي صورة أفضل يعني. أوكي فمعناها استنتجنا أنه ثلاث شغلات مطلوبة من عندكم، وخصوصا السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي مطلوبة، والسنسيتيفيتي والسبيسيفيتي ما تتغير بالبريفلنس. يعني استنتجتوا إذا سويتوا تجربة اشتغلتوا لتشيكون السي تي مثلا على في يعني دقته في اكتشاف مرض معين، أوكي حصلتوا مجموعة عينات وحصلتوا مجموعة نتائج، السنة الجاية المشرف هم طلع نفس الموضوع الطالب آخر طبعا طلع غير نتائج، المفروض أوكي بشكل عام ظل تقرأ مثلا إذا نفس هاي النتائج ظل تقرأ السنسيتيفيتي عالية، ما أقول له 98 بس ظل أعلى من السنسيتيفيتي وظل جدا الفرق عالي. أوكي بحيث يعني خلينا نقول يعني هذا المقصود به البريفلنس أكيد ما تتغيرت بس الفكرة العامة ظلت نفسها. هسه نجي على مفهوم آخر اللي تحتاجون هم تطلعون، مو بس تطلعون السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي، تطلعون شيء يسموه القيمة المتوقعة الموجبة البوزيتيف بريدكتد فاليو. بوزيتيف بريدكتد فاليو القيمة المتوقعة الموجبة، شنو القيمة المتوقعة الموجبة؟ هذا تعريفه، وهي نسبة المرضى الذين يحملون المرض في الحقيقة، يعني هما بالحقيقة هما بوزيتيف بالريالتي هياته بالريالتي هما شبيهم بوزيتيف، ونتيجة الاختبار التشخيصي. اوكي هذا الاختبار التشخيصي هنا خلتكم بيرت، ممكن يكون MRI، ممكن يكون CT، ممكن يصير تشيس اكس راي، ما اعرف شو مستخدمون الترا ساوند. اوكي تكون هم موجبة، يرمز لها شيء، يرمز لل positive predictive value مزولها P P V P للpositive وال P للpredictive وال V للvalue. أوكي فإذا هي نسبة المرضى اللي هم بالحقيقة هم نتيجتهم موجبة، فحصهم موجب وطلعنا الفحص التشخيصي هم طلع موجب، يعني هم true positive. الله أكبر الله أكبر. يعني سال P P value أوكي شو تمثل؟ إن مثلا احتمالية إن نتيجة الفحص اللي طلعت لنا بالفحص التشخيصي اقصد بي سي تي والامراض الاكس راي والالترا ساوند ايش قد كان نسبة احتماليتها كانت صحيحة، قد نسبة الصحة بهذا الاختبار التشخيصي. اوكي هاي القيمة المتوقعة الموجبة، فشنو القانون مالتها؟ هذا اللي هو ترو بوزيتيف ايش قد فعلا صحيح على الترو بوزيتيف زائد الفولس بوزيتيف. يعني خليت لكم مستطيل القيمة الـ PP value تعتمد على هذا السطر الأول اللي هو شنو؟ true positive تقسيم true positive زائد شنو؟ false positive. اوكي فراح نقسم احنا 9 اوكي
تسعة مجموع الكلي عشرة، تسعة على عشرة تسعة بالعشرة يعني 90% الـ P V value. أوكي P V value عندنا 90. هسه عندنا مقابلها القيمة المتوقعة السالبة، بس تعتمد على شنو؟ تعتمد على الرو الثاني، هذا السطر الثاني مشرت لكم من هنا انه القيمة المتوقعة السالبة تعتمد على هذا المكان. شنو القيمة المتوقعة السالبة؟ هي نسبة المرضى الذين لا يحملون المرض، اوكي، في الحقيقة، ونتيجة الاختبار التشخيصي هم طلعت سالبة لهم، يعني ذول الترو نيجاتيف، يرمز لها الـ NPV نيجاتيف predicted value، أي أنها تمثل احتمالية النتيجة السالبة للفحص التشخيصي كانت صحيحة. مثلنا شقد احتمال، يعني مثلنا احتمالية النيجاتيف مالتنا اللي حصلناها بالفحص التشخيصي شقد احتمالية النوعية كانت صحيحة، هي هذه ال MPV. سوري هنا كاتبت لكم MPV، PPV كاتبت لكم، بس هاي تبدلوها N. اوكي ان شاء الله اني هسه بعد التسجيل ابدلها. سال MPV شنو قانونها؟ ترو نيجاتيف، ترو نيجاتيف تقسيم شنو؟ تقسيم المجموع الكلي اللي هو فولس نيجاتيف زائد ترو نيجاتيف، ترو نيجاتيف اوكي. ف 49 حسب هذا المثال تقسيم 90 جيد يطلع 54%، يعني 54% احنا متاكدين، او 54% هي نسبة احتمال انه النتائج اللي حصلناها سالبة، اوكي، بالفحص التشخيصية كانت صحيحة، يعني احنا ما متأكدين كلش هواية، 54%، اوكي، يفضل انه تكون اعلى حتى نكون يعني متأكدين ان نتائجنا صحيحة. هسه هم يعني ندرس تأثير انتشار المرض، يعني تأثير الـ prevalence على القيمة المتوقعة الموجبة والسالبة، هل انه توزيع العينات مالتنا من يختلف، اوكي، يأثر على الـ PPV والـ MPV، حتى نعرف انه نعتمدهم ذولا من نريد نقول هذا الاختبار جيد لفحص او تشخيص المرض الفلاني، شخل اللي افتهمنا الـ accuracy مو زينة، يعني مو خوش معيار. sensitivity و specificity جيدة، هسا خلينا نشوف الـ PPV والـ MPV جيدة، اوكي؟ هذا المثال سمر عليكم، مجرد هذا المثال هو نفس مجموع العينة 550، لكنه ترتيب الأرقام بهاي ما اسمتها بالرصاصي مختلف، نعم مختلف، أنا غيرت الأرقام حتى أشوف تأثير انتشار المرض على القيم الموجبة والسالبة. بس نجي نحسب الـ prevalence هنا، قلنا الـ prevalence هو شنو؟ يعني عدد الأشخاص المصابين اللي هم 500 على المجموع الكلي 550 هنا 91، أوكي، بينما من هنا بالحالة الثانية من غيرنا توزيع المرضى صارت 50 على 550 طلعنا 9%، أوكي. خلينا نشوف هسه من تغيرت أثرت لنا على الـ PPV والـ MPV. هسه الـ PPV لهذا السؤال شلون تنحسب؟ قلنا الـ PPV تعتمد على هذا السطر الأولاني، أوكي، إيش قد بوزيتيف 90 على المجموع الكلي 91، 90 على 91 99%، جيد عالي. الـ MPV اللي هي شنو؟ تعتمد على هذا السطر الثاني اللي هو 49 قسمها على المجموع 459 11%، زين. هسه من تغيرت هاي الأرقام، أوكي، بس المجموع الكلي ثبت، هل تأثرت الـ PPV والـ MPV؟ واضح إنه هي تأثرت جدا. جدا تأثرت، اوكي. بي بي في هنا شلون حسبناها؟ قلنا هي تعتمد على السطر الاول، في 9 على 19 47، هنا شلون حسبناها؟ 490 على 531 طلع 92%، اذا شفنا انه من غيرنا الارقام، اوكي، من غيرنا البريفالنس، اوكي، جا شخص اخر درس نفس الحالة نفس الشيء بس حصل على غير ارقام، طلعت البوزيتيف بريدكتيف فاليو والنيجاتيف بريدكتيف فاليو تختلف عن ما لو شخص آخر يقوم نفس الدراسة. معناها شنو؟ معناها نستنتج إنه القيمة المتوقعة الموجبة والسالبة تتأثر بانتشار المرض، أوكي، نسبة البريفالنس مالته. فأفضل شيء السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي لحد الآن اللي تحدد لكم دقة الاختبار، أوكي، تعطيكم فكرة لكنه هي مو معناها مقياس،
اوكي اذا طابقت ويا السنسيتيفيتي جيد، بس اذا ما طابقت يعني مو تعتقدون انه نتيجتكم جيده. اكثر شيء تركزون من تحجون على الاستنتاج مالتكم بالدسكشن مال المناقشه تحجون على السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي. زين هسه هنا أنا كتلخيص يعني هذا المثال همين عندنا المثال هذا مر عليكم خلاصة النتائج مالت هذا المثال اللي كان عندنا 100 شخص وزعناهم 9 هم في الحقيقة عندهم المرض وبوزيتيف طلعوا بالفحص التشخيصي لما شفنا عندهم بير، وهكذا هذا واحد هو عنده بيرد بس ما عنده المرض، 41 هم ما عندهم بيرد بس حقيقة هم عندهم المرض فطلع فوز نيجاتيف، 49 هم لا عندهم المرض ولا عندهم بيرد. اوكي جمعناها طبقنا السنسيتيفيتي، قلنا السنسيتيفيتي تعتمد على هذا الحق الاول العمود الاول، قسمنا 9 اوكي على 50 طلعت 18%، والسبيسيفيتي تعتمد هنا 49 على 50 طلعت 98. البي بي فاليو اللي ما حسبنا على هذا السؤال، بي بي فاليو قلنا تعتمد على هذا السطر الاول 9 على 10 90%. اوكي الام بي هذه ام بي بي نيجاتيف بريدكتيف فاليو تعتمد على هذا السطر الثاني، قسمنا 49 على 90 طلع 54. فانتوا من تطلع لكم هيج النتائج اوكي لازم تفسروها. هسه راح تجون تحجون على وحدة وحدة. هسه بالنسبة لحساسية الاختبار شفتوها تقولون كانت قليلة، لو يعني انه الاختبار لم يتمكن من الكشف عن المرض في الكثير من المرضى بالنسبة زين ما يقدر يتمكن، ما كان سنسيتيف لهذا يعني بالنتيجة النهائية ما نقدر نوصي انه هذا التيست معتمد وجيد لتشخيص هذا المرض. بالنسبة لخصوصية الاختبار سبيسيفيستي كانت عالية، يعني انه الاختبار لم يتأثر بالظروف الاخرى بسهولة، ما تأثر بال يعني خلينا نقول بأي ظروف اخرى اوكي ميز انه ميز بيناتهم. بالنسبة للقيمة المتوقعة الموجبة كانت عالية، شنو معناها كانت عالية؟ اي ان اغلب النتائج الموجبة كانت فعلا حاملة للمرض، إنه الشخص الذي لديه شعر كثيف في الذقن أوكي احتمالية كونه حامل المرض وذكر احتمالية جدا كانت عالية أوكي. يعني إحنا قلنا القيمة المتوقعة الموجبة تعتمد هنا تعتمد على ترو بوزيتيف، هنا خلى بترو بوزيتيف خلى المين أني يعني. فاحتمالية إنه أدى شعر في منطقة الذقن زين أو أدى شعر في منطقة الذقن يعني بوزيتيف وحامل للمرض، احتمالية كونه مين اوكي رجل احتمالية شبيهة احتمالية جدا عالية لأنه طلعت الفي عالية معناها قدر يشخص. أما القيمة المتوقعة السالبة قلنا تعتمد على هذا شبيهة طلعت 54 يعني بين أي أن الاختبار لا يستطيع أن يحدد في ماذا كان الشخص الذي ليس لديه شعر كثيف ما عنده بير غير حامل المرض هل هو رجل أو مرأة، ما قدر يميز أنه هو رجل أو مرأة اوكي. إذا تشوفون تقريبا 50-50 أوكي ما قدر يميز بينهم. ها هي تفسير النتائج على هذا المثال. هسه عندنا ملاحظات وراها ناخذ مثال عن إنه شلون نقارن تو تيست أوكي دقة تو تيست. هسه ملاحظات عندنا تخلوها ببالكم، الاختبار الجيد هو الذي تكون قيمة الحساسية والخصوصية اثنيناتهم عالية، لازم عندنا السنسيتيفيتي عالية والسبيسيفيسيتي اثنيناتهم عالية، هذا الله يقول هذا جيد الاختبار في تشخيص هذا المرض المعين. والحساسية والخصوصية دائما شو لها علاقة؟ لها علاقة بالتيست مو لها علاقة بالمرضى، لها علاقة تيست، تيست جيد أو غير جيد أوكي. أما القيمة المتوقعة السالبة والموجبة ما تقول لنا شيء عن التيست بقد ما تقول لنا يعني معلومات عن المرضى، وجود المرض او عدم وجوده عند انتهاء الفحص. يعني القيمة المتوقعة السالبة تحكي لنا على البيشنت، الحساسية والسنسيتيفيتي تحكي لنا على التيست اوكي. هسه مثال عن المقارنة، هسه نجي الموضوع خلصناها، هسه نجي شوية خشي ادفانس اللي هو مقارنة بين تو تيست. عندنا اختبارات خلينا نقول تو تيست نريد نختبرهم. هسه أول شي راح نبدي بالحالة الأولى اللي هي نقارن
اختبار، خلينا نأخذ هذا المثال اللي هو مثال رقم واحد، أعتبره مثال رقم واحد. مطلوب معرفة دقة اختبار الكمبيوتر توموغرافي لتشخيص كورونا فيروس COVID-19 إذا علمت أن العدد الكلي للمرضى 1014 مريض عندنا. Okay. وأن الفحص القياسي المستخدم للكشف عن يعني الجولد ستاندرد تيست، أوكي، أظهر لنا مو الكمبيوتر توموغرافي، أوكي، أظهر لنا 601 نتيجة موجبة و413 نتيجة سالبة. الجولد ستاندرد تيست ودينا له 1014، قال لنا 601 منهم دول 601 موجب و413 دول سالب. ورا ما راحوا خلينا نقول بعدها دزهم، يعني سوى الدكتور ريفيرال، ادخل هاي كل المرضى وين، ادخلهم كمبيوتر توموغرافي، يريد يشوف قد هذا دقة الفحص مالته قياسا بالجولد ستاندرد تيست. اظهر الفحص انه 888 فحص كان موجب ومو 1014، دخلهم رجع دخلهم كمبيوتر توموغرافي، من ال 1014 888 كان موجب و 126 طاني سالب. زين، بعد المقارنة مع الفحص القياسي هاي 818 قارنتهم ويا 616، اوكي، تبين انه 580 نتيجة كانت موجبة حقيقية، اوكي، انه هواي طلع لي هنا فقط من بين 888 580 كان عندي هم فعلا موجب. شلون عرفت هم 580 فعلا موجب؟ قارنت هاي 888 في 600، يرجع ذول الأسماء موجب هنا موجب هنا حسب موجب. زين، وهو مو طاني الفحص 126 فحص سالب الكمبيوتر توموغرافي، رجعت لل 413 اللي هم يمثلوا لي الرياضتي، لقيت انه من بين ذول ال 126 فقط 105 سالب، البقية كان هو مطلعهم سالب لكنه مو صح. اوكي، اذا مطلوب احسب دقة اختبار تصوير المقطعي، سوري مو مقطعي، والحساسية والخصوصية sensitivity و specificity مال هذا الفحص. اوكي، هسه نجي الخطوة هنا نرتب النتائج مالتنا بالجدول 2 و2. هسه اول شيء احنا نرسم جدولين، اول شيء الرياضتي الجولد ستاندرد تيست، اوكي، اللي هو قال 601 بوزيتيف و 413 نيجاتيف، اوكي، بينما السيتي مالتنا احنا قلنا هاي 601 طلعها جولد ستاندرد تيست، اوكي، و 413 جولد ستاندرد تيست. هسه السيتي شو طانا؟ طانا 580، اوكي، 580 واحد بوزيتيف، اوكي، حقيقة هو طانا مو 580، طانا 888، لان هاي كليتها تقرا شنو سي تي بوزيتيف، ذولا كليتهم هو قراهم بوزيتيف، بس احنا هسه وزعناهم قسميا لانه احنا قارناهم ويا ستاندرد جولد تيست. سي تي طاني 888 واحد بوزيتيف. من رجعنا للجولد ستاندرد تيست لقينا انه فقط 580 هم فعلا بوزيتيف و 308 كانوا هم نيجاتيف حقيقة. اوكي، 580 تعتبر ترو بوزيتيف و 308 هو كان مطيني اياهم بوزيتيف السي تي، هم حقيقة فولس بوزيتيف، اوكي، فثبتهم هنا، يعني هذا بالطرح. اوكي، هسه هنا شنو هاي ال 21، شنو هاي ال 105؟ احنا قلنا السي تي الطاني 126، اذا تجمعوهم ذولا 21 زائد 105 يطلع 126، السي تي الطاني 126 شخص نيجاتيف، من جيت قارنتهم ويا الستاندرد جولد تيست النيجاتيف طلع من بين 126 شنو؟ طلع عندي 105 فعلا هم نيجاتيف، لكنه الباقي هم طلعهم نيجاتيف لكنهم ما شنو؟ بوزيتيف، فولس نيجاتيف يعني بوزيتيف. اوكي، ف 21 زائد 125 هي 126 اللي ذكرت بالسؤال، 580 زائد 308 هي 888 اللي ذكرت بالسؤال. اوكي، هسه مطلوب من عندنا نحسب الدقة والسنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي، انتو تعيدون التسجيل وتفهمون شلون اني وزعته. هسه قلنا الدقة تعتمد على كل شيء ترو، اوكي، فشنو الترو عندنا؟ ترو بوزيتيف وترو نيجاتيف. 580 زائد 105 نقسمها على الـ n،
اللي هي كلها شقد كانت بالسؤال 1014، ف685 على 1014 دقة هذا الاختبار السي تي 68%. إذا نجي نحسب السنسيتيفيتي، السنسيتيفيتي قلنا تعتمد على هذا الكولوم، أوكي؟ ترو بوزيتيف على ترو بوزيتيف زائد ترو نيجاتيف. الترو بوزيتيف ايش قد هنا؟ 580 قسمها على 580 زائد 21، ايش قد تطلع لي؟ 580 على 601 يطلع ايش قد؟ السنسيتيفيتي مال الاختبار 97. سبيسيفيسيتي شلون طلعها؟ قلنا سبيسيفيسيتي تعتمد على هذا الكولوم، اوكي؟ 105 على المجموع مال 308 زائد 105 يطلع لكم 25%، اوكي؟ هذا السي تي قياسا بالجولد ستاندرد تيست، ما قال يعني هو مجرد مثال وما ذاكرين هو شنو الجولد ستاندرد تيست اللي هو اعتمده، اوكي؟ آية كمثال لكم يعني، اما انتم اذا ما عندكم الجولد ستاندرد تيست من الصعب تحصلون السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي. اذا نجي على مثال اخر، اوكي؟ مثال هذا اخر هو اقرب لبحوثكم، اوكي؟ المثال الثاني نقول هو المثال السابق هو عادة هو اللي انتو بحوثكم حقيقة انتو هذا تفتقدوا، لان انتو ما عندكم خلينا جولد ستاندرد تيست وما عندكم يعني عندكم بس اختبارات اثنين حسب ما شفت، مثلا انا اتطلب بهذا المثال مطي ثلاث نتائج مال ثلاث اختبارات، واحد منهم جولد ستاندرد تيست واثنين منهم اختبار تشخيصي، اوكي؟ هسه مطلوب المقارنه بين دقه اختبار والحساسيه والخصوصيه مال التصوير المقطعي والاشعه السينيه، اذا اريد يقارن بين الكمبيوتر توموغرافي والاكس راي، اوكي؟ بدي يقارن منو اكثر دقه، منو اكثر سنسيتيفيتي، منو اكثر خصوصيه في تشخيص مرض كورونا اللي هو كوفيد 19، اوكي؟ اذا علمت ان العدد الكلي للمرضى 1014، إذا هو هسه نفس المجموع اللي قبل شوية طلعتكم يا، لكن هنا انتبهوا توزيع العينات يختلف. الفحص القياسي الجولد ستاندرد تيست اللي هو يخبرني الرياليتي واللي يقول لي إذا كان تصوير المقطعي كان غلطان أو الإكس راي كان غلطان، شنو نتائجه كانت؟ هاي أهم شي هي هذا. 601 نتيجة موجة و 413 نتيجة سالبة، ما غيرتها، أوكي؟ نفس المثال السابق. بعد ذلك ايش سوى الطبيب؟ دزهم الى يسوون اشعة سينية، نتائج الاشعة السينية طلعت لي 888 فحص موجب من 1014، 888 كان فحص موجب و 126 سالب. ورا ما قارنتوا هاي 888 ويا 126 ويا نتائج الفحص الجولد ستاندرد تيست، بين انه مو 888 مو كلهم صحيحة، اوكي؟ 580 فقط هم كانوا موجب، اوكي؟ انتو بالطرح تطلعون الباقي، و105 فقط من اصل 126 كانوا سالب، 105 هم فعلا سالب و 580 هم فعلا ترو بوزيتيف، اما المتبقي يعني 580 المتبقي من عدها، اوكي؟ كان نيجاتيف، سوري، من طرحون 888 من 580 المتبقي هو يطلع شنو؟ فولس بوزيتيف، من الطرحون 126 من 105 المتبقي راح يطلع لكم هو شنو؟ فولس نيجاتيف، هاي 105 هي ترو نيجاتيف وهذه هي شنو؟ ترو بوزيتيف، وهاي النتيجة الكلية. يعني هذا التايتل التوتال المفروض هنا يثبت او يثبت هنا، اوكي؟ هسه عندنا سوري هنا انا هنا المفروض اكتب اكس راي، فهنا تشيست اكس راي بوزيتيف لقينا انه 580 حسب هنا النتيجة 580 هم فعلا بوزيتيف مثل ما مكتوب نتيجة موجبة حقيقية ترو بوزيتيف هنا، اما ال 308 هاي مين طلعناها؟ هاي نقصنا 888 ذول كلهم موجب، الاكس راي طلعت 880 واحد، 888 واحد موجب، مطرح من عندها الحقيقة اللي هم طلعوا بس 580 يطلع لكم المتبقي 308 هم حقيقة فولس بوزيتيف، متوهم الاكس راي.
هنا شنو عندنا هاي 21 وشنو هاي 105. هنا مو الشيس اكس راي طلعنا 126 سالب، ورا ما قارنا طلع بس 105 ترو نيجاتيف. الترو نيجاتيف نثبته هنا، شلون طلع 21 ناقص 126 ناقص 105 يطلع لكم 21. سواء ما ثبتنا الأرقام نجي نحسب الدقة والسنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي. الدقة شنو قلنا؟ تقد تعتمد قد شي دقيق طلعناه، قد شي صحيح طلعناه على الكلي. 580 زائد 105 على مجموع الكلي 1014 طلعنا الدقة 68%. هاي الأشعة السينية. السنسيتيفيتي أوكي شلون طلعها؟ قلنا السنسيتيفيتي تعتمد على هذا الكولوم 580 على المجموع الكلي، 580 على المجموع الكلي قد 601 سوري 601، 580 تقسيم 580 زائد 21 يطلع 101، فيطلع السنسيتيفيتي قد 97. سنحجب السبيسيفيسيتي شلون طلعها؟ تعتمد على هذا الكولوم 105 نقسمها على شنو؟ على 105 زائد 308 يطلع لكم ايش قد؟ سبيسيفيستي 25%. هاي شنو الحكي بالنسبة للإكس راي. هسه نجي نشتغل الكمبيوتر التوموغرافي اوكي، نطلع هم نفس الشيء الدقة والسنسيتي والسبيسيفيتي ونقارن منو كان أعلى، إذا هو هذا الفحص الأكثر دقة يعني هو أقرب للواقع. هسه نجي للتصوير المقطعي اوكي. تصوير المقطعي عندنا عندنا 600 فقط هما ترو بوزيتيف اوكي، 600 ترو بوزيتيف السي تي، والمتبقي اللي هو طلعه كان 187 هاي بالطرح اوكي، بالطرح طلعوا 187. ونفس الشيء هنا 226 هم ترو نيجاتيف، فقط غلط بواحد طلع فولس نيجاتيف اوكي، يعني هو كان موجب اوكي. فهاي النتيجة هالشكل صارت اوكي، بس مجرد من شلون قبل شوية طرحنا هي ما موجودة عندي الأرقام حتى شلون أقول لكم بالطرح. المهم هسه نطبق الدقة ترو بوزيتيف زائد 200 يعني زائد رو نيجاتيف، تجمعون 600 زائد 226 تقسموها على التوتال اللي هو كل المرضى اللي 1014 يطلع لكم 81 هي دقة الاختبار مال التصوير المقطعي. اما السنسيتيفيتي شلون طلعناها؟ قلنا تعتمد على هاي 600 على 601 يطلع لنا 99%. والسبيسيفيسيتي هي شنو؟ ترو نيجاتيف 226 نقسمها على شنو؟ على المجموع 187 زائد 226 يطلع لنا 54. نلاحظ انه هنا الدقة على السنسيفيتي اعلى، سبيسيفيسيتي اعلى، معناه انه الفحص بالتصوير المقطعي هو كان افضل من الفحص بالاشعة السينية في الكشف عن كوفيد 19 اوكي. هذا كمثال، مو تاخذوا رياضتي واقع وتقولون السي تي افضل من هذه اوكي، فقط كمثال.